السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم. نبدأها مع وكالة الأنباء السويسرية سويس إنفو التي نشرت مقالاً بعنوان محاولة لتفكيك لغز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأخواتها في المنطقة. جاء فيه: سقط المقر الرئيسي لما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام في مدينة حلب، ولا يعلم حتى اللحظة مصير المئات من مقاتلي الدولة الإسلامية الذين كانوا يتحصنون فيه. هذا تطور دراماتيكي سبقته حادثتان ملفتتان، فقد أمر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الجيش العراقي بالانسحاب من الفلوجة، الأمر الذي سهل على تنظيم الدولة اجتياح المدينة، ثم لا يلبث أن يرسل الجيش مرة أخرى لاستعادة المدينة. لماذا؟ أما الواقعة الثانية فتمثلت في قيام الطيران الحربي السوري بقصف كل مواقع الثوار ما عدا مواقع تنظيم الدولة، في الوقت نفسه الذي يصور نفسه للعالم على أنه يخوض مع هذا التنظيم الإسلامي المغالي في تطرفه المعركة الكبرى ضد الإرهاب الإسلامي. ما هو اللغز؟ وحين اندلعت الانتفاضة الشعبية في سوريا، عمد النظام إلى إطلاق سراح مئات الإسلاميين من السجون، وسهل أمر إعادة تنظيمهم وتسليحهم بعد أن كان قد استخدمهم في وقت سابق ضد الاحتلال الأمريكي للعراق. ومن أبرز من حظي بحرية الحركة بين سوريا ولبنان بمعرفة وإشراف المخابرات السورية كان ماجد الماجد، فكيف يمكن لهذا الرجل أن يكون في كل مكان؟ وهل يعقل أن ينتمي أو أن يكون على علاقة مع كل أجهزة الاستخبارات هذه في نفس الوقت؟ ولد في الثمانينات تنظيم القاعدة بإشراف وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، بل يتردد أن تسمية القاعدة ولدت في واشنطن باسم ترميزي هو بيس، واستمر هذا الإشراف حتى هزمت القوات السوفيتية بعد 10 سنوات، كما يكشف عن ذلك بجلاء كتاب جون كولي الشهير الحرب غير المقدسة أن هولي وور. وكما تكتشف الآن كل الدول الإقليمية من النظام السوري الذي لا يزال يمارس اللعبة إياها برعايته للإرهابيين إلى طهران والرياض، من دون أن ننسى بالطبع إسرائيل. وهنا يكمن الخطر الأكبر الذي تفرزه استخدامات القوى الإقليمية للتطرف الأصولي بشتى أصنافه، والذي بدأ يحيل الوضع في المنطقة إلى جهنم حقيقية، كما يتبدى بوضوح في الكارثة الإنسانية الكبرى التي تجري في سوريا هذه الأيام، والتي جرت واستؤنفت الآن في العراق وبدأت تتمدد مؤخرا إلى لبنان. أما صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مقالا تحت عنوان الأخبار القادمة من الشرق الأوسط تزداد سوءاً، قال فيه: كل يوم تزداد العناوين القادمة من الشرق الأوسط سوءاً. جماعة تابعة للقاعدة وبمساعدة مقاتلين أجانب تخوض معارك مع 7 مجموعات متمردة محلية سورية للسيطرة على المنطقة المحيطة بحلب في سوريا. السفارة الإيرانية في بيروت تعرضت للتفجير. محمد شطح وزير المالية اللبناني الأسبق ذو السمعة المحترمة اغتيل بعد انتقاده لتكتيكات حزب الله اللاعقلانية. ما الذي يجري؟ البعض يعزو ما يجري إلى فراغ في السلطة، حيث غيبت أمريكا نفسها عن المنطقة، ولكن الأمر لا يتعلق بنا فقط. هناك فراغ قيم هائل في الشرق الأوسط، فهو منطقة متعددة، الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيون والدروز وقبائل متعددة، والذين ولقرون طويلة كانوا متماسكين مع بعض بسبب القبضة الحديدية للقوى الاستعمارية والملوك والحكام المستبدين. كما قال المعشر وزير الخارجية الأردني السابق ونائب رئيس مؤسسة كارينجي في واشنطن في مقابلة أجريت معه: 3 سنوات من الانتفاضة العربية أظهرت إفلاس القوى السياسية القديمة في العالم العربي، المستبدون العلمانيون الفاسدون الذين فشلوا في تقديم الأدوات اللازمة لجيل الشباب للتقدم والنهوض، ونتيجة لذلك أشعلوا الثورات، ولا زالوا منغلقين في صراعهم مع الإسلاميين
الذين ليس لديهم هم الآخرون أي فكرة عن توفير فرص العمل والخدمات والأمن والنمو الاقتصادي. هل هناك سذاجة في التفكير؟ لا، السذاجة هي الاعتقاد بأن كل شيء متعلق بغياب أو حضور القوة الأمريكية وأن شعوب المنطقة ليس لديها أي قوة. هذا الاعتقاد خاطئ، وذكر المعشر في كتابه أن العالم العربي سوف يمر في مرحلة من الاضطراب تقوم فيها قوى الاستبعاد بمحاولة الهيمنة على المشهد برمته بحقائق وديكتاتوريات مطلقة، ولكن هذه القوة سوف تتلاشى هي الأخرى، لأنه في النهاية فإن منهج الاستبعاد والخطابات التسلطية لا يمكن أن تحقق حاجات الشعوب والحصول على نوعية حياة أفضل. وكما أظهر لنا التاريخ بصورة جلية، حيثما يكون هناك احترام للتعددية هناك ازدهار. على نقيض ما كانت الحكومات العربية تحمل شعوبها على الاعتقاد بأن التسامح وقبول وجهات النظر المختلفة والتفكير النقدي أمور مدمرة للوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي، أثبتت التجربة أن المجتمعات لا يمكن أن تجدد نفسها وبالتالي أن تحقق الازدهار إلا من خلال التعدد. مشاهدينا الكرام، كتب زهير قصيباتي مقالا في جريدة الحياة تحت عنوان صيد داعش وجوعها، قال فيه: في مرحلة انفلات القاعدة وجنون أخواتها يغدو الاغتيال أشبه بمتعة صيد، وشرب الدماء دواء لغرائز يدمر مرضها أي أمل بوقف القتل الجوال في المنطقة. فمن يعاني بطالة يمكنه ببساطة أن يطمح إلى مكافأة من الدولة الإسلامية في العراق والشام، وكل المطلوب أن يقطف واحدة من رؤوس قادة الائتلاف الوطني السوري المعارض أو المجلس الوطني. قبل تمدد المواجهات بين داعش والفصائل الأخرى بما فيها الإسلامية مثل جبهة النصرة، كانت معضلة الائتلاف الوطني رغبة الغرب في حضور كل التيارات المنضوية تحت لوائه مؤتمر جنيف 2، فيما يسعى النظام السوري إلى تبديل هدف المؤتمر مستفيدا من المظلة الروسية لنسف أهم بند في جنيف 1، أي الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة. فالحرب لم تعد استئصال ثورة بل حربا على الإرهاب، فيها بات الثوار مخربين وقتلة، ولأن داعش تقدمت في السن وباتت عابرة للحدود كان لابد من أن تعيد رسم تحالفاتها للقوى وخريطة سياسية إقليمية، الثابت الوحيد فيها ينبئ بمزيد من التشرذم ومستنقعات الدم الملونة بأعلام دول تضمحل. بهذه الصورة يبدو النظام تلميذا نجيبا للغرب، دعهم يتقاتلون من حلب إلى حمص ودير الزور، تكفينا براميل وغارات الصواريخ. ما الذي سيبقى من الائتلاف؟ هو السؤال الذي تراهن عليه دمشق وموسكو وطهران، في حين لا يتزحزح نظام الرئيس بشار الأسد عن تمسكه بجنيف سوري يحاور فيه نفسه، لأن الغرب أيضا لم يتزحزح عن تنصله من دعم المعارضة. كلهم أسود إلا الشعب السوري المهدرة دماؤه بين استبداد ضائع وجنون مقيم على رماح الدولة الإسلامية التي تقاتل بتكفير الآخرين. ولكن أليست مفارقة أن تكون القاعدة وأخواتها تحت الطلب؟ كلما استعادت واشنطن أو موسكو أو حلفاؤهما المعركة ضد الإرهاب انتعش العنف فأمعن في تدمير الثورة. الذين جعلوا لتطرف هوية مذهبية وجدوا في أسود داعش صيدا ثمينا. كتب طلال عبدالله الخوري مقالا في موقع كلنا شركاء تحت عنوان قرارات عائلة الأسد السياسية وتدريس اللغة الروسية، قال فيه: منذ وصول عائلة الأسد الإجرامية للسلطة عن طريق انقلاب مسلح قبل 44 عاما، وجميع القرارات التي تتخذها باسم الحكومة السورية هي قرارات سياسية تصب في مصلحة استمرارية النظام بحكم سوريا وترويع شعبها.
فمبادئ علم الاقتصاد من أجل رفع مستوى دخل المواطن السوري لا قيمة لها بنظرهم، لأن جميع القرارات الاقتصادية التي تتخذ يجب أن تصب في مصلحة استمرارية حكم عائلة الأسد، ولو تعارض ذلك مع المصلحة الاقتصادية للمواطن السوري. أما مبادئ تطوير البحث العلمي في الجامعات وبناء الطالب على مبادئ البحث والاستقراء فترمى أيضاً إلى الزبالة إذا كانت تتعارض مع مصلحة النظام في الاستمرارية والبقاء، ويستعاض عنها بقرارات سياسية سيادية لا يستطيع أحد الاعتراض عليها أو حتى نقدها تحت طائلة الاعتقال والترويع وحتى القتل في سجون النظام الرهيبة، لأن هدفها النهائي هو تدمير البنية التعليمية في سوريا وتحويل الجامعات إلى حظائر للقطعان يسهل التحكم بها وقيادتها. ومن هذه القرارات نذكر فرض دروس اللغة العربية والثقافة القومية في الجامعات لكي يتم إشغال وقت الطالب، فلا يبقى للطالب وقت للتحصيل العلمي لمنافسة الطلاب في البلدان المتحضرة، وتعبئة جل وقته بتكرار المكرر من مواضيع الأدب العربي والثقافة القومية والتدريب العسكري. وأيضاً فرض تدريس اللغة الفرنسية على المدارس عندما تحسنت علاقة عائلة الأسد مع فرنسا، وهذا قرار سياسي بامتياز استخدمت فيه الشعب السوري لنكافئ به الدعم الفرنسي لها غير آبهة بمصالح الطالب العلمية والاقتصادية. وآخر هذه القرارات السيادية فرض تدريس اللغة الروسية في المدارس والجامعات مكافأة لوقوف الدكتاتور بوتين مع عائلة الأسد في تدمير سوريا وقتل شعبها، مما أثار موجة عارمة من التعليقات الساخرة على الفيسبوك. فبعد إعلان هزوان الوز وزير التربية في النظام السوري أن الوزارة اتخذت قراراً بأن تدرس اللغة الروسية بدءاً من الصف السابع كلغة ثانية بدلاً من الإنجليزية، من هنا نرى بأن جميع القرارات التي تتخذها عائلة الأسد هي قرارات تخدم النظام وغير آبهة بالمصالح السياسية والاقتصادية للمواطن السوري. مشاهدينا الكرام، كتب عبد الكريم أبو النصر مقالا في صحيفة النهار بعنوان الأسد يخسر معركة الإرهاب مع الغرب، قال فيه أمريكا وفرنسا وبريطانيا تتفق مع الدول الغربية الأخرى ومع الدول الإقليمية المعنية بالأزمة السورية على أن الأولوية يجب أن تكون لمواصلة العمل في مجالات مختلفة من أجل إسقاط النظام السوري وإقامة نظام جديد ديمقراطي تعددي. وهذه الدول على اقتناع بأن نظام الرئيس بشار الأسد هو المسؤول الأول عن انتشار الإرهاب وتعزيز نفوذ المتشددين في سوريا وليست المعارضة، ذلك أن حربه البالغة الشراسة ضد مواطنيه التي يستخدم فيها كل أنواع الأسلحة هي التي تغذي الإرهاب والتطرف وتجذب إلى البلد جهاديين متشددين ذوي جنسيات مختلفة. هذا ما قاله لنا مسؤول أوروبي بارز في باريس معني مباشرة بالملف السوري. وأفاد المسؤول أن 4 عوامل رئيسية تمنع إنجاز أي تفاهم أمريكي غربي مع الأسد هي الآتية: أولاً، أن الأسد يتهم جميع المعارضين والثوار بأنهم إرهابيون، ويقول أن 95% منهم مرتبطون بتنظيم القاعدة ويرفض التفاوض معهم ويتمسك بمواصلة الحرب ضدهم. وأي تعاون غربي مع الأسد يعني أن أمريكا والدول الأوروبية ستتحالف مع الرئيس السوري في حربه ضد شعبه المحتج، وهذا المطلب مستحيل التحقيق وترفضه كل الدول الغربية والإقليمية الداعمة للثورة. ثانياً، أن إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهابيين والمتشددين يطيل الحرب ويزيد الأزمة تعقيداً، والمواجهة مع هؤلاء يجب أن تأتي في المرتبة الثانية. ثالثاً، أن الإرهابيين والمتشددين لن يستطيعوا أن يقرروا مصير سوريا أو أن يمنعوا إنجاز الحل السياسي المناسب، وخصوصاً إذا بذلت الدول المؤثرة الجهود الكافية من أجل دفع الأفرقاء السوريين إلى تطبيق بيان جنيف ونقل السلطة إلى نظام جديد. رابعاً،
أن القيادة الروسية ذاتها تعترف بوجود معارضة سورية شرعية سياسية ومسلحة، وتميز بينها وبين القوى المتشددة خلافاً للأسد، وتدعو إلى التفاوض معه. وخلص المسؤول الأوروبي إلى القول: يحاول الأسد بكل الوسائل ومن غير جدوى إنقاذ نظامه وليس إنقاذ سوريا، لكنه خسر معركة تغيير الأولويات، ولم تحقق اتصالاته السرية أي نتائج، وهو يواجه تصميماً غربياً إقليمياً قوياً على ضرورة إنهاء حكمه تمهيداً لحل الأزمة وإحلال الأمن والاستقرار والسلام والقضاء على الإرهابيين والمتشددين في هذا البلد بالتعاون مع المعارضين ومع مختلف القوى السورية. أما فيصل قاسم فقد كتب مقالاً في صحيفة القدس العربي تحت عنوان: برنامج بشار الأسد الانتخابي، انتخبوا مشرشحكم. قال فيه: ننتظر على أحر من الجمر كي نطلع على برنامج الحملة الانتخابية التي سيخوضها بشار الأسد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية السورية في منتصف هذا العام، فهو يتحدى الداخل والخارج ويؤكد ترشحه شاء من شاء وأبى من أبى. هل يستطيع الرئيس السوري أن يتحرك من مربعه الأمني في دمشق ويتجول في العاصمة؟ ناهيك عن الذهاب إلى ريف دمشق المجاور كداريا والمعظمية ومخيم اليرموك ودوما وحرست والغوطة الشرقية، هذه المناطق لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مركزه، فهل يستطيع زيارتها كي يعرض على سكانها برنامجه الانتخابي العظيم؟ هل سيزور مدينة حلب وريفها التي تتلقى مئات البراميل المتفجرة من طائراته المغوارة؟ يتهكم حسان السوري قائلاً: إذا كان بشار الأسد وهو محصن بمنصب رئيس الجمهورية ومحمي بعشرات الآلاف من الحراس لا يستطيع أن يخرج خارج مخمئه ليقضي حاجته دون إذن مسبق، فكيف سيكون حاله إذا خرج إلى العلن؟ طبعاً خارج الحشود المؤلفة من أفراد المخابرات والمنحبجية التي يتم ترتيبها قبل ظهوره بأسابيع لتستقبله عادة. ولو افترضنا جدلاً وهو كحلم إبليس بالجنة طبعاً أن بشار الأسد استطاع أن يصل إلى الجماهير المغفور لها، فماذا سيكون سجله الانتخابي الذي سيعرضه عليها؟ ما هي يا ترى الإنجازات التي سيذكرها بشار الأسد في برنامجه الانتخابي كي يقنع السوريين بإعادة انتخابه؟ هل سيذكر للشعب بأنه تسبب بموت حوالي نصف مليون سوري؟ ناهيك عن الذين ما زالوا تحت الأنقاض منذ أكثر من سنتين. هل سيتحدث عن تسببه بموت أكثر من 155 ألف عسكري سوري واعتقال أكثر من 3 ملايين واختفاء قسري لحوالي نصف مليون معتقلين في أقبية المخابرات؟ هل سيحتفل بإنجازاته على المستوى الخارجي؟ هل سيقول أنني ردعت خطر هجوم أمريكي على الوطن بتسليم أمريكا وإسرائيل السلاح الاستراتيجي الكيماوي؟ هل سيذكر في سجله الانتخابي الانتهاك السافر للطيران الإسرائيلي عدة مرات للأجواء السورية دون أن يحرك ساكناً لحفظ ماء وجه السيادة السورية، علماً أن لديه تصريحات سابقة يهدد فيها هذا الطيران بأنه إذا هاجم سوريا فإنه لن يجد مطارات يهبط فيها في إسرائيل عند عودته؟ هل سيقول أن سوريا صارت بامتياز محمية إيرانية؟ أليس من حقنا عليك كسوريين أن تقدم لنا كشف حساب تشرح لنا ماهية الانتصار الذي حققته خلال هذه السنوات الثلاث الماضية كي تقنعنا بضرورة ترشحك للانتخابات، وكي لا تبدو كمن يضيف إلى جرحنا النازف ملحاً ثقيلاً؟ أنتظر ردكم سيدي الرئيس، لأن لي الحق بمساءلتكم حسب الدستور الذي فصله خياطو الدساتير على مقاسكم بمنتهى الدقة والإتقان. شكراً سيدي الرئيس، ومبروك عليك مقدماً فوزك الكاسح في الانتخابات القادمة، فكلاب صيدك يمتلكون تفويضاً كاملاً من السوريين بانتخابك.
بالانتقال إلى صحيفة إيلاف، حيث كتب فرمز حسين مقالا تحت عنوان السوريون والخيارات المؤلمة. قال فيه: القوى الدولية تمارس أسوأ أنواع الغبن السياسي تجاه الشعب السوري في محنته ومعاناته التي شرفت على دخولها في عامها الرابع، متمثلا بانحصار جل تفكيرهم في شكلين للسلطة أحلاهما مر. هذا الأمر هو الذي يفسر مواقفهم المتخاذلة تجاه الأحداث الدامية في البلاد، ويمنع توصلهم إلى اتفاق في مجلس الأمن من شأنه وضع حد للمذابح التي يتعرض لها السوريون. بير يونسون، محرر في معهد الشؤون الخارجية السياسية السويدية، مراسل سابق في الشرق الأوسط ومن المتابعين والمعلقين على الشأن السوري منذ انطلاقة الاحتجاجات ربيع 2011، يقول: بدأت الاحتجاجات في سوريا سلمية بعد 5 سنوات متواصلة من الجفاف من قبل شعب مظلوم ضد حكم ديكتاتوري، متأثرا برياح التغيير التي هبت في الربيع العربي وأطاحت بحكام تونس، مصر، ليبيا واليمن. الفرق بين سوريا ومصر أن الجيش السوري لم يقف بجانب الثائرين. يتابع يونسون: الحقيقة المؤلمة الآن هي أن هذه الحرب ليست بين شعب مسالم متعطش للحرية وبين نظام شمولي جائر ومعزول. تضيف الصحيفة: قبل أعياد الميلاد بقليل نشر معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن دراسة رائدة لمختارات بعنوان العلوم السياسية في الحرب السورية، اشترك فيها 17 باحثا سياسيا لتحليل الحروب الأهلية التي جرت بعد الحرب العالمية الأولى بغرض استنباط العبر منها في الحرب المحتدمة في سوريا اليوم. تقول الدراسة: 125 حربا أهلية تجاوز عدد القتلى فيها 1000 شخص في السنة، نشبت منذ عام 1945، دامت تلك الحروب وسطياً 10 سنوات. هذا يعني أن الحرب السورية ما زالت في بداياتها. هذه الدراسة تدفعنا إلى التفكير بنسب النجاح المأمولة من مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في مونترو السويسرية أواخر الشهر الجاري. كل الدلائل تشير إلى أن فرص التوصل إلى حل مبدئي في ضوء المعطيات الموجودة على الساحة الآن شبه معدومة، حيث الأطراف التي تنفذ عمليات القتل والتدمير، نظام البعث بقيادة الأسد، لن يقبل بأية تنازلات عن السلطة، خاصة مع تصريحات كيري الأخيرة حسب نيويورك تايمز التي مفادها بأن إيران قد تشارك في المؤتمر، الأمر الذي يشجع النظام على الاستمرار في قصف المدن بالبراميل المتفجرة. ولا ننسى الخلافات الكبيرة والاستقالات الجماعية من الائتلاف المعارض الذي لا يزيد في الطين إلا بلة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.